يا ناس مات بلادنا ودينا عبلادنا يا ناس مات بلادنا ودينا عبلادنا اشتقنا تنلاقي الأحباب طولنا ببعادنا ويا ناس مات بلادنا ودينا يا ناس مات بلادنا ودينا اشتقنا تنلاقي الأحباب الحلوة تلاقينا بلهجتها الحمصية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي اشتقنا للحلوة تلاقينا بلهجتها السورية والفرحة بصوت غناني وزقفة أمي وبي للعنبات الحلياني بقلب الجرة منتظري عن باب الحليانين بقلب الجرة منتظرين شو بتحسوا مشتاقين سيروا نخب بلادنا يا ناس مات بلادنا ودينا صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه وين ما كنتوا عم تتابعونا، ان شاء الله يا رب هاليوم يحمل معه كل الخير، كل الحب وكل البركه وكل الصحه والارزاق الكثيره لكل العالم، اكيد دائما من في الصباح بنقول يا رب وبنمشي بيومنا وبحياتنا وما بدنا ننسى انه دائما يكون عندنا ايمان انه بكره احسن، واكيد ان شاء الله هيك الظروف الصعبه البشعه انها هي تروح بايماننا انه بكره رح يكون احلى، يسعد لي صباحكم نهاركم حلو ونهارك حلو يا سماي نهارك حلو يا ليا كيفك اليوم انا منيحه وانت كثير منيحه يسعد صباحك يسعد صباحك عن جديد وصباح كل مين عم يتابعنا نهار جديد بتمنى يحمل معه كل الخير والسعاده والطاقه الايجابيه والصحه والسلامه مثل كل يوم عنا العديد من الضيوف والفقرات والاخبار المنوعه ابقوا برفقتنا بحلقه مميزه بعد الفاصل اكيد ليا كيف انت هيك اليوم ملاقيه الجو طلعتوا يوم الجمعه انت وعائلتك مشوار كيف قضيتي الويكند الويكند كان بالبيت ولكن طبعاً. الجو هيك كرماله عم يتحسن ندعي هيك ان شاء الله يكون دفى ولحتى هيك يدفى قلوب كل الناس وبدنا نرجع نقول يسعد صباح كل المشاهدين رح يكون عندنا فقرات كثير حلوه ورح يكون عندنا مجال نحكي عن التفوق السوري والشباب السوري والعلم بسوريا قديش هو مهم وقديش عم يتطور بفقراتنا الجايه اكيد في كثير شباب سوريين نحن بنفتخر فيهم كثير فقراتنا اليوم كثير مميزه اكيد بدعي كل الناس تتابعنا اليوم وهلا تابعونا بمعلومات متنوعه وغريبه بفقره هل تعلم معلومات مهمة توجه إلى المرض النفسي منها التعصيب من أصغر المواقف والنرفزة من أقل كلمة إدمان التفكير في الذكريات السيئة والمستقبل بأدق تفاصيله البعد عن التجمعات والزحام والصوت العالي والاتجاه إلى العزلة ملازمة الصداع للشخص في أي مجهود نفسي أو جسدي أو عصبي ترك ما تؤمن به دون الشعور بالذنب
تأنيب الضمير بدون أي سبب، شرب كمية كبيرة من الكافيين وبدون مبرر، خسارة أصدقاء بدون أي مبرر أو سبب، التواجد في مكان واحد لمدة شهر أو شهرين بدون خروج أو ملل، عدم القدرة على البكاء والفضفضة والتزام الصمت واللامبالاة، الوحدة والصمت والنوم لفترات طويلة. ووصلنا لأولى فقراتنا لليوم. على الرغم من النجاحات المبهرة يلي تحققت بمجال الطب وما رافقها من تطورات علمية في التكنولوجيات الحديثة والتي انعكست بشكل كبير على القطاع الصحي وتطوره بالعالم، إلا أنه ما زال هناك العديد من الأمراض لم يستطع الطب الحديث التعامل معها وإيجاد علاج مناسب لها. اليوم حديثاً وجد ما يسمى بالرنين الحيوي، ولكن ماذا نعني بالرنين الحيوي وشو هي استخداماته؟ اليوم رح نتعرف أكثر ورح نحكي عن الرنين الحيوي مع الدكتور ماجد عبد الله قياسي، أستاذ في العلاج الطبيعي ونائب مدير الجمعية الإنسانية للطب البديل الشمولي. صباح الخير دكتور ماجد، أهلا وسهلا فيك. وأيضاً اسمحوا لي رحب بالدكتورة بيسان أحمد، المشرفة على حلقة البحث لطلاب الصيدلة في الجامعة العربية الدولية حول تقنية الرنين الحيوي ورئيس قسم العلوم الأساسية والمساند. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. والله يعني جايين بهالوقت وهالصباح وما إن شاء الله خير. يسعد صباحك أكيد. وأكيد بدي رحب بالطالب المجتهد والمتفوق واللامع واللي شارك ضمن حلقات البحث والتخرج، نديم الظاهر. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك ومبروك التخرج. الله يبارك فيك يا رب. شكرا لك. الله يسلمك يا رب. شكرا لك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. بالبدايه دكتور خلينا نحكي عن الطب البديل الطبيعي واهميته. لا طبعا المشكله الاساسيه نحن بالامراض هي الامراض المزمنه اكثر شيء، هلا الامراض الحاده معظمها ممكن ترتاح على الادويه سريعا، اما اكثر شيء بنلاقي المشكله هي بالامراض المزمنه، يعني بنلاقي المريض اللي عنده امراض مزمنه او مستعصيه مثل التهاب مفاصل رسياني، امراض مناعه ذاتيه، المشاكل العصبيه المزمنه، الامراض الهضميه المزمنه مثل النفخه الدائمه، الامساك المزمن، فهذا المريض بنلاقيه دائما بيروح بيتنقل من طبيب لطبيب، من حتى احيانا من بلد لبلد مشان يقدر يوصل لعلاج، وبالنهايه وما بيقدر يوصل لعلاج. فمعظم العلاجات عم تكون هي علاجات عرضيه لتحسين اعراض وليس لعلاج المرض نفسه. طبعا اكيد معناته في عندي انا معوقات عم تحول دون علاج المريض. طبعا هالمعوقات هي ممكن تكون عوامل بيئيه، عوامل تغذويه، عوامل وراثيه، عوامل اجتماعيه، فمختلف العوامل هي. فمن هون نشا طبعا يعني موضوع انه عم بيلجا المريض لاساليب ثانيه للعلاج. طبعا اساليب العلاج الطبيعي هي بترجع لاساس المرض انه تعالجه، فنحن بنشوف وين المشكله الاساسيه بالمرض وبنعالجه، فعلى الاساس هي فبالتالي انه بناخذ العلاج كامل للمرض من جذوره وليس تحسين الاعراض فقط. نعم. صباح الخير عن جديد دكتوره. صباح النور. اهلا وسهلا فيكم. يعني اليوم مرقت سوريا بظروف كثير صعبه، من حرب، من حصار اقتصادي، ومن جائحه أكيد. كورونا، ولكن العلم الطب السوري لم يتوقف. صحيح. ابدا، بل واكب التطورات وفي تعاون كثير كبير صار. اليوم عم نحكي باختصاص كثير مهم عم نتداوله بجامعاتنا وبين طلابنا. أكيد. خلينا نحكي اليوم عن اهميه مواكبه التطورات العلميه بظل الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيها. الحقيقة يعني هو كتير سؤال مهم موجع يعني، ولكن أنا دائما بأمن أنه الصراع اللي إحنا بنعيشه هو صراع وجودي، إثبات ذاتك على مستوى الحضارة، وحضارتنا حية وإلها بقية. صحيح احنا بنمرق بظروف كثير، بس يعني انا بندهش بالفوره العلميه والادبيه والثقافيه، هذا بدل احنا شعوب حيه. اكيد. دكتور خلينا نرجع عن الرنين الحيوي وكيفيه استخدامه، خلينا نتعرف عليه بشكل اكبر وكيفيه استخدامه اذا فينا نشغل الجهاز اللي معك. اكيد. الرنين الحيوي مثل ما بنعرف في عندنا شيء اسمه تخطيط القلب الكهربائي، هو بيعتمد على قياس كهربائيه القلب، تخطيط الدماغ الكهربائي كمان قياس كهربائيه الدماغ. فمثل ما القلب له كهربائيه والدماغ له كهربائيه، كمان خلايا الجسم كلياتها بتعطينا امواج. نعم. الامواج هي عباره عن امواج كهرومغناطيسيه. طبعا مبدا الامواج الكهرومغناطيسيه بالخلايا بتعتمد على قانونين فيزيائيين، اول قانون اي جسم درجه حرارته فوق الصفر يصدر امواج،
فدرجة حرارة خلية جسم الإنسان طبعا 36.5 تقريبا، فهي تصدر أمواج كهرومغناطيسية، بالإضافة أنه أي جسم متحرك أي حركة تولد مجال كهرومغناطيسي، والخلية دائما فيها متحركات، بالإضافة لوجود الشوارد من الخلايا اللي هي كمان تصدر أمواج. هالأمواج اللي تطلع من الخلية هي عبارة عن أمواج كهرومغناطيسية لها تردد معين، هالتردد هذا نحن نسميه الرنين الحيوي. طبعا هي في شيء اسمه عندنا ترددات سليمة أو الفيزيولوجية للخلية، وفي عندنا لما بتصاب الخلية بمرض فبيطلع عندها ترددات مرضية أو باثولوجية. نعم، خلينا نشوف دكتور آلية استخدام الجهاز ونتعرف أكثر عنه، نحن حنتابع أكيد مع حضرتك على الهواء. هلا الجهاز أول شيء عندنا نحن جهاز تشخيص، هلا جهاز تشخيص هو عبارة بيتكون من؟ طبعا جهاز تشخيص هو مثل ما أنا شايفين هون، هو جهاز مع قبضة عن طريق قبضة اليد، هو عم بيقيس الأمواج هي، أمواج كهرومغناطيسية، وبعدين بيعطينا تفاصيل لكل أعضاء الجسم. يعني مثلا هلا نحن عملنا لحد من الشباب يعني، فعنا طبعا بعد ما عملنا له الفحص، طبعا الفحص ما بياخذ اكثر من دقيقه تقريبا او دقيقه ونص، فاعطاني هلا مثلا وظيفه القلب كلياتها. هلا القلب عنده ما في مشكله. كيف القياس بتتم هيك؟ لا مسك القبضه هيك تماما، ايوه مع الابهام فوق هيك، ايوه تماما اوكي، هيك بيقيس لمده دقيقه ونص تقريبا، وبنشوف بعدين هو بيحلل النتائج كلياتها. فهلا عندنا مثلا في مشكله سوء امتصاص بالامعاء، تمام، في عندنا شوية شحوم على الكبد، بيعطي بالتفصيل، بيعطي بالتفصيل. يعني دكتور هو لتشخيص المرض بالإضافة للعلاج، المرحلة جهاز ثاني مختلف. تمام، هلا هذا تشخيصي، هلا بيعطيني مثلا في عنده كسل بالمرارة، طبعا هلا في شغلات مهمة كثير بيعطيني اياها، بيعطيني نسبة تقريبا كل المعادن بالجسم، فهون مثلا أنا في عندي نقص وسط بالكلس والحديد والزنك والسيلينيوم والفوسفور، نقص وسط بالبوتاسيوم، بالإضافة إنه بيعطيني الفيتامينات كلياتها. تمام، طبعا نسب الفيتامينات مثلا انا عندي هون نقص شديد فيتامين اي، ونقص وسط فيتامين بي 2 بي 3 والك، يعني اليوم سرعه في الاداء وتوفير كمان للتحاليل يعني تماماً. وللوقت وللمصاري كمان، يعني هو ما عم نسحب دم، طبعا الدقه اكثر من 90%. الجهاز طبعا هو لا يغني عن الطبيب، هو اداه تشخيصيه مساعده للطبيب مهما كان اختصاصه، لانه اي مريض بيجي على الطبيب مهما كان الاختصاص، فهون بيوفر على الطبيب وقت كثير بالحقيقه، لانه هو اعطاه لمحه تفصيليه عن كل اعضاء الجسم. طبعا احنا اخذنا لمحه موجزه عن بعض الشغلات، بس هو بالحقيقه بيعطي كل شيء، حتى بيعطيني الهرمونات، بيعطيني وظيفه الغده الدرقيه كيف وضعها اذا فيها مشكله ولا لا، حتى بيعطيني الجهاز البولي، الجهاز التناسلي، الجهاز الهضمي كاملا، الاعصاب، حتى بيعطيني اذا فيها مشكله ولا لا. فهون انا بالتالي توجهت لانه شو عنده مشكله هالمريض. طبعا ممكن احيانا نحن بعد ما بنعمل فحص للمريض نطلب اجراءات اضافيه، مثلا ممكن نطلب ايكو للبطن او للغده الدرقيه، ممكن احيانا نطلب ام ار اي او بعض الفحوصات مثلا المخبريه، لما انا بتوجه بعرف انه في مشكله مشان اعالج المشكله هي بشكل كامل. دكتور النتائج الجهاز هي دقيقه 100%، ولا في عندنا ممكن خطا مثلا يطلع 100%؟ بس يعني الخطا قديش نسبته بتكون بهيك جهاز؟ اقل من 10% الخطا يعني، وهذا الشيء طبعا احنا قارناه، يعني لما بنعمل فحص للمريض وبنعمل صور، هي مثلا انا طلع عندي شحوم على الكبد بالايكو بيطلع في عندي انا شحوم على الكبد، مثلا الغده الدرقيه فيها التهاب بالايكو كمان بيطلع فيها التهاب، فبالتالي انا موثقين نحن النتائج التشخيص عنا مع النتائج المخبريه والسريريه. نعم، رح انتقل لعند الدكتوره بيسان وارجع لعند حضرتك دكتور لحتى نتعمق اكثر بالجهاز. اليوم ضمن الجمعه السوريه حضرتكم طرحتوا العربيه الدوليه، طرحتوا رساله طبعا، هي او ناقشتوا رساله تخرج، وهي ضمن موجودة معنا ضمن الكتاب. تمام، من الجامعة العربية الدولية عن الرنين الحيوي. خلينا نحكي أكثر، ليش اخترتوا هذا الموضوع وكيف ناقشت هذا المشروع؟ سؤال هام جدا، لأنه بالحقيقة كان في تساؤل كبير حوله. احنا باختياري أنا كان لهذا الموضوع بسبب اولا انه هو تقريبا تيار مؤسس بالعالم بس غير منتشر وغير معروف بالوطن العربي. اولا كان يعني هدفي تعريفي، لانه بيعالج كثير امراض، ويعني انا لولا صادفت الدكتور ماجد ما بعرف انه الجهاز وصل على البلد، ولكن عمل حاله يعني من الدهشه انه نعرف فيه. السبب الثاني هو قد ايش صار له بالبلد؟ تقريبا بحدود السنه. الجهاز التشخيص صار له 4 سنين،
بس أوكي. جهاز العلاج تقريبا سنة، طبعا قبله كان في أجهزة تانية يعني، ولكن مو بهي الطريقة، مو بهالطريقة لا يعني هو علم بدأ من القرن الماضي يعني. فيك تقولي السبب تاني أنا كان عندي اهتمام فيه، إنه ليش ظهر بهالتوقيت اهتمامي فيه بصراحة بالفترة الكورونا، كتير كنت يعني تابع كتير أشياء يعني، وبصراحة يعني أنت بتعرفي التخبط العام الموجود، فأنا خطر لي إنه هذا المبدأ تبعه بالقرن الماضي العالم رايف كتير ناضل إنه يعمل جهاز لقتل البكتيريا وقتل الفيروسات وإلى آخره، فخطر لي إنه نرجع نسلط الضوء عليه لأنه ممكن يكون له أمل بعلاج الكورونا. السبب يعني الثالث أكيد اللي هو لقينا في مواجهة بالجامعة، أنه لأول مرة كلية الصيدلة بتتناول علاج فيزيائي يعني. بحب أنا نوه أنه إحنا يعني دائما كصيادلة وأطباء اعتبرنا الطب مرادف للدواء يعني الكيمياء يعني. أنا على اطلاع يعني بجوز بحكم أني مغتربة كنت بجامعات، إحنا كأساتذة وطلاب وصيادلة لازم احنا نقدم العلاج حتى لو كان عن طريق الفيزياء، وخصوصا اني انا ركزت بهذا الموضوع على الاشياء التي عجز عنها الطب التقليدي، مثلا الانتي بايوتيك ريزيستنت المقاومة، هي من اكبر المشاكل الموجودة بالعالم وإلى حل عن طريق هذا الجهاز. ليش نظلم الناس فيه؟ مثلا الهيباتيتس بي ما في لهلا الا اللاموفيدين اللي ما بيعمل صفر، فتابعت كتير حالات عند حضرة الدكتور وعطي صفر، إذا ما صار القيمة صفر يعني بتكون مثل كامنة، ممكن يصير مزمن بيتحول لتشمع، ممكن يصير سرطان. فهناك يعني أنا ما طرحته كبديل، ولكن ممكن يكون بديل اللي عجز عنه الطب والكيمياء ببعض الحالات. هذا كان هدفي كمان. أكيد نديم أنت من الطلاب المتفوقين، أكيد من قلك ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. خلينا نحكي عن رسالة تخرجك، شو كانت وشو هي أفكارك، وبعد التفوق شو هي مشروعك المقبل، شو عم تفكر؟ هلأ هي كانت انطلاقة المشروع، تعرفنا على الدكتورة بيسان، طبعا الفضل الكبير لها هي والدكتور ماجد، والدكتور مازن كمان ساعدونا بشكل كتير كبير. المشرف الثاني الدكتور مازن، دكتور مازن رجب، معاون حضرة العميد للشؤون العلمية، وبيحط لكم السلامات يعني، وهو نبيل نحن أكيد يعني بداني عنه يعني. فاجتمعنا أنا وزملائي مجد زين العابدين ولاء قربطق، واتفقنا أنه ننطلق مع الدكتورة بهذا المجال. نحن واجهنا كتير كفكرة كانت كتير مذهلة بصراحة، نحن يعني كنا قاعدين الدكتورة يمكن من بعد جهود كتير كبيرة تماما، قدمت لكم هي المعلومات عن الجهاز بشكل فيك كتير تقولي منها. كانت هي كفكرة هي مبهمة كتير عنا بالبلد. ففضل الدكتور ماجد طبعا الجهاز دخل، يعني صرنا فيك تقولي مثل لما كانوا بالأول بدهم يقولوا إنه نحن بدنا نطير، وكانوا يقولوا إنه هذا الشيء كتير صعب، فحاليا صار إنه مثل هذا الجهاز، إنه هذا الجهاز شلون جهاز عنا بيعالج كل شيء، هو صعب بس هذا صار حقيقة كتير عنا بالبلد. طبعا جهاز بيعالج كل شيء كان كتير مذهل، لما فتنا بهذا المجال شفنا حالات كانت جدا مستعصية، حالات كان واقف عندها لمرحلة انه في اشخاص عم يتمنوا انه هن بس يعيشوا بحالة او بلحظة انه هن يكونوا مثل الاشخاص العاديين. طبعا الجهاز وصل معهم لمراحل كتير عجز عن الطب العادي، العلاج الدوائي ما مشي حالهم، مثل ما حكت الدكتورة كمان في كانت كتير حالات مستعصية الدواء ابدا ما حسن يحد منه. انطلقنا بالمشروع وجبنا حالات كانت كتير كبيرة، وصار طبعا جدال كتير كبير بالنسبة للجهاز، بس باذن الله بظن هذا الجهاز حيرفع كتير كبير من السوية عنا الدوائية والسوية الطبية بالبلد. نعم صلى الف مبروك لك نديم عن جديد. وبدي ارجع عند الدكتور ماجد. دكتور ماجد خلينا نتعمق اكثر بالجهاز، يعني هذا الجهاز صار هو مشروع، صار رساله لطلاب لناس متفوقين عم يركضوا وراء يمكن ايجاد حلول علميه بديله ببلدنا اليوم. خلينا نحكي عن الجهاز واستخداماته اليوم، كيف عم نسوق للجهاز لحتى يمكن يكون اكثر استخداما لدى الاطباء السوريين؟ لا الحقيقة موضوع الجهاز الرنين الحيوي هي صار تقريبا بأوروبا أكثر من 3 عقود وعطت نتائج كتير قوية، يعني خاصة بعلاج حالات المزمن المستعصية الربو والحساسية، لكن كان تطبيق هالفكرة هي هنيك ما عم بيعطي نتائج عن كل المرضى. أوكي. يعني في نسبة من المرضى ما كانت عم تستفيد. فأنا سافرت على ماليزيا واجتمعنا مع الفريق الطبي عندنا بالجمعية، الدكتور تامر زكور رئيس الجمعية، وأنا في الدكتورة رنا الشيخ عثمان بفرنسا دكتورة بالكيمياء، طبعا كمان معنا عدة أطباء بعدة مراكز في العالم.
اخذنا البحث واخذنا دراسه عن كل شيء اجهزه رنين حيوي موجوده. طبعا في عده انواع من اجهزه رنين حيوي موجوده، لقينا في نقطه ضعف اساسيه بهالاجهزه هي، انه هي الاجهزه بتعطي ترددات ثابته للمريض للمرض وليس للمريض. يعني مثلا انا عندي فرضا 10 مرضى معهم ضغط، فبيعطون نفس الترددات للعشر مرضى، معهم سكري نفس الترددات لمرض سكري. طيب هذا الشيء في بعض الناس عم تستفيد عليه، بعض المرضى عم بيستفيدوا عليه، بعض المرضى ما عم بيستفيدوا. فصرنا نبحث نحن، فوجدنا انه المشكله الاساسيه هي طبيعه الجسم، طبيعه المريض. فلذلك طورنا هالجهاز هذا. طبعا هذا الجهاز الاول من نوعه في العالم، يعني هو في جهازين فقط ماليزيا، في واحد من احنا هلا صار عندنا بسوريا. فهو ما انه موجود حاليا لساته بالعالم، يعني لانه عم بيعالج المريض وليس المرض. يعني انا عندي 10 مرضى مثلا معهم ضغط او معهم سكر او ربو او حساسيه، انا كل مريض عم بعالجه بطريقه خاصه فيه. يعني انا الجهاز هو عم بيفحص هالمريض هذا. طبعا دائما اول كل جلسه انا بعمل له سكان للمريض، باخذ وين المناطق اللي فيها خلل، مثلا المعده، الكبد، المراره، المناعه. طبعا المناعه بياخذ تفاصيلها كلياتها، فانا بفحص بس هالمريض هذا، شو في عنده مشكله، وبعطيه نبضه علاجيه تعالج له المشكله اللي خاصه فيه له. فنحن نعالج مريض وليس مرض، فشو ما كانت مشكلة بالمريض عم نعالجها بنفس الوقت. يعني دكتور علاج جسم نفسه بنفسه تماماً. يعني هي الترددات انت بتشوفها اذا سلبية ولا ترددات تماماً. ايجابية، وبتحل المشكلة الترددات السلبية. دكتور خلينا نحكي، اجى المريض لعندك كم جلسة بحاجة بيكون؟ وسمعنا كمان ممكن يعالج المشكلة بالعيون، ممكن كمان التهاب القولون العصبي وكثير من المشاكل الثانية. الصرع كمان. والصرع، خلينا نحكي كم جلسة بحاجة المريض؟ وهل هذا العلاج بيكون مرافق لدواء ولا هو حصرا بهذا الجهاز؟ طبعا هلا اول ما بيجي المريض بعد ما بنعمل له فحص نشوف شو في عنده المشاكل، مثل ما حكينا عنده نقص فيتامينات، نقص معادن. طبعا بنحط المريض على نظام غذائي. طبعا احدث الانظمه الغذائيه اللي عم نشتغل عليها حاليا هي بتعتمد على زمره الدم للمريض، بالاضافه احيانا ممكن طبعا نرفقه مع ادويه. مثلا اذا في عنده نقص بالفيتامينات فانا بعوض له هالفيتامينات هي دوائيا. عنده مثلا ارتفاع بحمض البول بعطيه دواء خافض لحمض البول. عنده مثلا لزوجة بالدم عالي بعطيه مميع للدم لفتره. وطبعا كل فتره نحن بنرد بنعيد التست للمريض مشان نشوف شو تحسن، عشان نعطي نشوف قابليه استجابه جسمه مع الدواء. تماما. هلا عدد الجلسات بيختلف حسب طبيعه الجسم اولا، شده المرض، وقديش صار له المرض. يعني اللي بيجيني مثلا مرضه ما صار له مثلا سنه، غير اللي بيجيني مرض مثلا صار له 5 سنين او 10 سنين. فهون بيختلف. فهي فتره العلاج بتختلف حسب طبيعه الجسم. هلا ممكن تكون مثلا 5 جلسات، ممكن تكون 10 جلسات، بينما في امراض مستعصيه ممكن تكون احيانا 20 او 30 جلسه، بجوز اكثر. طبعا هي بس وظيفه الجهاز انه يلغي، يعني يقضي على التردد المرضي او الباثولوجي، وبنفس الوقت يقوي التردد السليم. يعني انا لما بيكون عندي مثلا مريض قصور بالغده الدرقيه، فمعناته انا التردد الغده الدرقيه ضعيف، فانا بقوي بعطي نمت للتردد هذا، فبقوي تردد الغده الدرقيه، فبخليها ترجع تشتغل من اول وجديد. بدون دواء. بدون دواء. نعم دكتور، نحن شفنا على الشاشه كيف نحن من خلال الامواج او هي او أمواج كهربائية، صحيح حكي، كشفنا شو النقص بجسمه، ولكن خلينا نشوف كيف بيتم العلاج. تماما. بعد إذنك اعطيني المايك يا نادين. هلا بالبداية أنا ممكن أعمل له تيست للمريض، مثلا إذا أخذنا فرضا، ليش حطينا السماعات؟ هلا هو الجهاز هو بيعطي الأمواج عن طريق سماعات، عن طريق الأذن. تمام. بتدخل عن طريق الدماغ وتذهب للعضو المطلوب. طبعا هو مثلا اذا اخترت 3 اعضاء مثلا افحصها بالبدايه، طبعا هو بيفحص اكثر من 100,000 نقطه بالجسم، مو نقطه واحده، العدد الاعضاء كبير، تقريبا كل اعضاء الجسم ممكن يفحصها. انا كل مريض بختار شو عنده مشكله فبفحص الاعضاء هي. نحن اي عضو هلا اخترنا؟ هلا اخترنا له عضو المعده الصغيره بس. شو عم تسمع نديم؟ ما بسمع شيء. ما بسمع شيء. الدكتور إذا ما بيسمع نديم ولا بيحس بشيء، ما عم بيحس بالترددات ولا بالأمواج ولا بشيء. هلا هي أمواج كهرومغناطيسية. تمام. الأمواج كهرومغناطيسية ما بتعطي إحساس، يعني ما بتعطي صوت ولا بتعطي كهرباء. لا الكهرباء طبعا في الطرق القديمة بالأمواج الكهرومغناطيسية أو بالرنين الحيوي كان المريض يمسك قبضات عن طريق الإيدين، وبالتالي يحس بالأمواج
عفوا يحس بالامواج الكهرومغناطيسيه، بينما هون لا الفحص مختلف فلذلك ما بيحس بشيء. طيب كيف حيكون المريض واثق انه هذا الجهاز ممكن يشفي يعني؟ هلا هو في حالات اذا هو ما حس ولا شيء ولا سمع ولا يعني كيف بده يكون واثق من هذا الجهاز انه يكون ما في ولا احساس يعني؟ هلا اول شيء نحن بنشوف على الشاشه، هلا ممكن نحط بس اللابتوب الثاني مشان نشوف المريض تماما. فنحن بنشوف على الشاشه اول شيء شو بيعطينا التغيرات بالجسم. الشيء الثاني مثلا اذا كان في عندي انا حاله حاد المريض هو قاعد بيقول لك انا فرقت، مثلا اذا في عندي انا وجع بالظهر هو قاعد المريض فورا بيلاقي في فرق. تمام. في بعض الحالات مثلا اذا عندي مثلا رمل بالكليتين، فهلا المريض خلال النهار بعد ما مساوي له جلسه راح يحس انه بخروج رمل، وبالتالي ممكن يصير عنده شويه وجع بالحالب او وجع بالخاصره، فبالتالي انه بيلاقي الفرق. بس النزق القولون العصبي بيجي لعندك المريض وفورا تماماً. بحس حاله بحس في حالات يعني تمام. حالات احيانا الحالات الحاده مباشره، هلا المزمنه لا طبعا بده وقت المريض يعني. هلا مثلا بيجيني التهاب مفاصل رسياني صار له سنين، اكيد ما راح من اول جلسه يحس بالفرق، فهذا بده وقت لحتى يشوفه. طيب هلا عم نعالج نديم، طب نحن ما بنضر من الامواج؟ لا لا ابدا دكتوره وسماعة، لانه هي بالاصل الامواج فقط عن طريق السماعه يعني، ما انا امواج يعني حتى اذا انشالت سماعه الجهاز ما بيستقبل شيء ابدا ولا بياخذ، فورا بيفصل الجهاز، فبالتالي هي ما انا ضاره. لا لا ابدا. ومساله ثانيه بالنسبه للامواج هي نوعيه جدا، فهي حتى ما في اثار جانبيه للاعضاء اللي حواليها، لانه الفريكونسي لكل جزء او نوع من الخليه ما هو نفسه لشيء ثاني يعني. فمو هلا انت عم سالتي سؤال مثل الباسيف سموكينج يعني. هلا بالحقيقه يعني هو ميزه هذا النوع من التيار انه هو نوعي جدا يعني. انا مثلا عم بعالج الكبد بهي النقطة، حتى المريضة يعني الخلية المريضة ما ممكن تأذي الخلية السليمة، لأنه هي إلى تردد وهي إلى تردد، فهو نوعي وسلكتيف. وإلى الكبد دايركت وسلكتيف، ما بتروح لكل تماما، لأنه ولا عضو بيتأذى أو بيتأثر. أنا بعتقد أنتم بيهمكم هذا الجواب. بس دائما لأي شيء بيطلع لأي جهاز ممكن في سلبيات وفي إيجابيات دكتور ودكتورة، خلينا نحكي شو سلبيات الجهاز اليوم. هلا السلبيات مثل ما قالت الدكتوره يعني، هلا انا عندي الترددات اللي عم تطلع هي ترددات سليمه، لانه بعد ما بيعمل سكان فهو شاف شو الترددات السليمه، فبالتالي لما عم بيعطيني اي تردد فهو تردد موافق لتردد الجسم، فاثار جانبيه ما في اثار جانبيه ابدا. تمام. هلا في بعض حالات طبعا ممكن انه ما تستفيد، طبعا ما في شيء اسمه 100% مثل ما حكينا، فممكن في بعض حالات ما تستفيد يعني، هي بتكون بالاصل حالات متقدمه يعني. انا لما بيجيني مريض مثلا فرضا معه مالتيبل سكلوروز او تصلب الويحه، هلا صار له اكثر مثلا من 10 سنين او 15 سنه، الاعصاب متاثره كثير، المشي فيه ضعف شديد يعني، فهذا ما ممكن انه والله انا يرجع طبيعي. هلا ممكن تخف الحاله بس انه يرجع طبيعي اكيد لا، ما بقدر انا اوصل لمرحله شفاء كامل بهالحاله. بس لما بتكون مثلا حاله جديده، هلا انا عالجت حالات تصلب الويحي بس كانت حديثه يعني ما صار لست اشهر او سنه، الحمد لله حصل شفاء تام حتى بالصوره الرنين رجعت طبيعيه. فهون الفرق انه انا اثار جانبيه ما في، بس ممكن طبعا في حالات اكيد يعني ما في نسبه الا في نسبه ولو كانت ضئيله، بس انه ممكن ما يستفيدوا حسب هو قديش فتره العلاج. تمام. يعني انا عندي اضافه، لانه انا بصراحه كطبيبه قريت كثير عنه قبل ما يعني اقدمه، لانه في امانات علميه ما في اثار، ولكن في كونتراديكشن يعني ناس ما لازم تعرضيهم عليه. مثال المراه الحامل اللي عنده ناظم خطى القلب. تمام. يعني هذول الاثنين لو كان عندهم مرض وبيساعد يعني انت بتاذيهم، ابدا يتعرضوا الى يعني الموت. هي مو اثر جانبي، هي له علاقه انه هذول الاثنين ممنوع انه نقرب عليهم. نعم. لكن هذا الجهاز هو الثاني في العالم. موجود بسوريا. دكتوره بيسان يعني نحن خلينا هيك يعني نحن مبهورين بهذا الجهاز هلا حاليا. أكيد. وحضرتك يمكن لما عرفتي او طلاب مثل نديم لما عرفتوا بالجهاز ايضا انبهرتوا، ولكن طبعاً. لما فتوا بالاعماق تمام ضليتوا على نفس مستوى الانبهار تماما. الانبهار دائما الواحد بيشوف اول شيء، ولكن عند المتابعه بده يضل يبحث عن الاثباتات اكثر واكثر. طبعاً. خلينا نسمع من حضرتك عن ابرز الحالات يلي شفتيها بعيونك، يلي طبعاً. ممكن صادفتيها هي شفت شفاء تام من الامراض. تمام. ولنديم كمان بوجه له السؤال بعد حضرتك. كثير كثير حكي حلو، لانه بصراحه يعني لما
مثل ما حكيتي انه هو مبهر لدرجه انه يعني في ناس على مستوى الاساتذه بالجامعه العربيه الدوليه او غيرها يعني قالوا لنا انه انتم عم تقدموا بديل للطبيب وللعلاج ولكذا يعني لكل شيء يعني هل يعقل انه هذا يختزل يعني؟ هلا انا يعني بنوه لنقطه صدقا يعني حتى كمان انا طلابي اقدر اقنعهم بهي المساله. في لي صديقه هي عالمه فيزياء اسمها الدكتوره رحاب السواح بجامعه برا امريكيه، فكتر خيرها عملت لهم زوم. طبعا ما قصر الدكتور بس هني كان حابين يفهموا البايو ريزيدنس ككل يعني، فعملت لهم زوم يفوتوا بالاعماق يعني بالضبط لانه هو مو بس طبي، هو مبدا عام طبعاً. يعني له علاقه بالطبيعه وله علاقه. فطلابي يعني انبهروا في مرحله ترددوا تماما يعني انا هي الخطوه اللي عم بسال عنها انه انبهرنا بعدين بس بالزبط. نفوت بالاعماق انه كيف نحن بدنا نثبت انه هذا الجهاز هو. وشغله هي صديقتي الدكتور يعني ان شاء الله لما تجي يعني نتمنى نقابلها يعني أكيد إن شاء الله. هي ليست فقط استاذه، هي طوال حياتها عولجت بهذا يعني انا معرفتي بهذا خلينا نقول المباشره من خلال الدكتوره رحاب لانه هي كل شيء هاني صيبه امراض فهي عالمه فيزياء وما شفت اي اثر جانبي وهيك، فانت بثق انه صديقتي هي يعني هيك. فعملت لهم زوم كونفرنس الى اخره فاقتنعنا، انا اقتنعت من قبل يعني بس طلابي في لحظه ترددوا تمام لحظه ترددوا يعني. بعد هيك قررنا انه نتابع حالات مع الدكتور ماجد بارك الله فيه. خلينا نقول هي جزئين، جزء اعطانا اياهم من تجربته وجزء احنا تابعنا يعني ننزل على العياده. وكتر خير اهلك لانه تكون بعد الدوام 8:30 9 والسيارات واقفه وكذا. هلا اول حالات شفنا، اول شيء كنا معنيين فيه مثل ما انتم سالتوا شو سامع شو مدري شو، فتنا عند المرضى صرنا نحكي معهم لانه المرضى يعني هن شهاده يعني بكل احترامي له المرضى هن اكبر شهاده انه تحسنتوا وما تحسنتوا 100% عم تعانوا ما عم تعانوا يعني. فتابعنا كم حاله نحكي مثلا ولد صغير امه والله كان عنده صرع والله خفض الجرعات والله ما عاد يرجع يعني سمعنا اشياء غير طبيه بالاول يعني بدنا نشوف ناس شفيت يعني. بعدين صادفتنا حاله هي اللي كثير 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 انبهرنا فيها، كان الدكتور ماجد عم بيحكي عنا انه في ام مريضه وعندها الياف بالرحم ومدري شو وبنتها ما بدها تتابع هذا العلاج وهي حضره التخرج معنا، فكانت هي الحاله اللي احنا شهدنا شفاء يعني انه يعني بالدمع يعني بتشوفيها. فالصبيه عمرها يعني خلينا نقول 42 بتكون يعني البنت قاعده حتى يعني نعملها اجتماعيه بتكون باستقبال سيده ولاء مع امها وكذا وكذا، فعم بيقولوا انه والله بنتي شفيت على ايد مين؟ دكتور ماجد قياسي. الام بتقول لك هي عم تعمل عنده تخرج. قديش هذا الشعور كثير حلو نبيل اكيد وتسمعيه من برا يعني وهذا الشعور انه خلص الجهاز يعني انت عم تشفوا عالم طبعاً رسالتكم نبيله كثير. فنحن بالختام بدنا نسمع كلمه أكيد. منك اكيد دكتور ومنك دكتوره واكيد نديم بختام فقرتنا لليوم اكيد تفضل دكتور. هلا طبعا بالنسبه للحاله اللي حكت عنها الدكتوره بيسان يعني هي حاله للاسف عم صرنا عم نشوفها كثير، هي الحقيقه قصور مبايض او ضمور بالمبايض يعني عم تصير غيابا بالدوره بعمر تحت 30 سنه. طبعا هي المريضه بعد معاناه 11 سنه الحمد لله رجعت المبايض عندها تقريبا بلشت تشتغل، الرحم كان فيه ضمور يعني هي عمرها 40 سنه بس رحمها عمر 15 سنه ورجع الرحم طبيعي بالايكو. فهذا كان بالنسبه لنا طبعا حدث كثير عظيم وكثير مهم يعني وانا انا كثير بفرح يعني بهيك حالات يعني. فالموضوع نحن ليس بديل عن الطب، نحن مكملين للطب. الأجهزة هي لا تغني عن الطبيب يعني أنا الجهاز ما ممكن أنه يستعمله إنسان عادي، حصراً اللي بده يستعمله طبيب لحتى يقدر يقرأ كل شيء موجود بالجهاز لحتى يقدر يعرف شو يشخص الحالة وبالتالي يعالج المرض. طب فهو دكتور أداة مساعدة. أي مواطن فيه يستخدم يعني أو ينفحص على الجهاز ويتعافى خلينا نحكي متوسط
المواطنين فيهم هلا ولا السعر خيالي؟ لا لا طبيب الغلابه طبعا لا ما نقول طبيب الغلابه اكيد هلا بالنسبه لجهاز التشخيص بده يكون عمر فوق 12 سنه نعم. لحتى يعطيني الجسم كاملا مثل ما شفنا. هلا اذا كان الاطفال تحت 12 سنه بيعطيني فقط الفيتامينات والمعادن فيهم، بينما بالنسبه لجهاز العلاج اللي هو عن طريق السماعه هذا ممكن يتعالج باي عمر، هذا من حتى من الاطفال الصغار. وطبعا نحن هلا كثير يعني عم نفرح بالاطفال، للاسف يعني عندنا يعني كمان ظاهره كثير منتشره هلا عند الاطفال طبعا على مستوى العالم انتشارها، هي موضوع التوحد وصعوبات التعلم. الحمد لله يعني هلا صار في عندي انا 4 أطفال عم بعالجهم، والاربعه الحمد لله لقينا فرق. اكيد فتره العلاج راح تكون طويله وصعبه والاهل بدهم يكونوا متعاونين، بس الحمد لله يعني كلياتهم لقينا في فرق عند الاطفال بهالموضوع هذا. الحمد لله. دكتورة كلمة أخيرة، هالكلمة بحب أوجهها ليس فقط باسمي، باسم كل أساتذة الجامعة العربية الدولية، كل الإداريين، كل المسؤولين اللي أتاحوا لنا هذا الجو الجميل أنه نطرح مشروع جريء. بصراحة أنا يعني إحنا قررنا بعد الدفاع عن كرم الدكتور ماجد قياسي، وأنا كنت كتير فخورة أنه هو عربي سوري إنفنتر إلى آخره. بحب بس لكم الكلمات اللي إحنا يعني عطينا إياها مع الدرع يعني. فقلت له يعني نحن لا نريد أن نكرمك فقط لإنجازاتك الطبية، نحن نكرمك لأنك أعدت لنا مجد غرناطة، وأعدت لنا مجد العصور الذهبية للحضارة العربية الإسلامية، ومنتمنى ننهض إن شاء الله، إما أن تكون أو أن تكون. أكيد. مو يعني أنا ماني شيء، ما في حل بديل، ما في ما تكون أو تكون. فستكون. نعم أكيد. نديم هلا انا بحب احكي بالنسبه لي، بالنسبه لزملائي، بالنسبه لجامعتي، بحب اتشكرهم كلياتهم. نحن عم نحاول نثبت حالنا ونثبت سوريا، لانه نحن اللي بنمثل سوريا لقدام، ونحن رح نطور هالبلد ان شاء الله. بحب احكي كمجالي كصيدلي، طبعا هذا الموضوع هو متطور اكثر، وممكن نعمل نفتح مجال اصطناع دوائي فيزيائي اللي هو كثير عم يكون عنا مستعصي، لانه نحن هلا بهذا الوضع بحاله الازمه في كثير ادويه مقطوعه صحيح، كثير ادويه غاليه، كثير ادويه الى حلول تماما بديلة. فالاصطناع الدوائي الفيزيائي هو عباره عن اصطناع ممكن يأمن لنا كثير ادويه صعبه كانت انها تتواجد. ان شاء الله بنمشي نحن وزملائي بهي القصه، وان شاء الله جامعتنا حتكون هي دائما الاولى، وان شاء الله رح نكون لهالبلد خير باذن الله. اكيد بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك. الله يقدرنا وبنشكركم، لانه احنا منابرنا اختصاصيه ورسالتنا توعويه، فأنتوا تفتحوا لنا هاي البوابة للناس. أهلا وسهلا فيكم. يعني مشاهدينا مثل ما شفنا العلم بسوريا، الطب بسوريا قديش عم يتطور، قديش عنا جيل، قديش عنا مخزون من العلم والمعرفة، وقديش عنا خبرات بينرفع فيها الراس. عن جد نحن نتشرف بوجودكم معنا. بدي أتشكرك كثير دكتور ماجد عبد الله قياسي، أستاذ في العلاج الطبيعي ونائب مدير الجمعية الإنسانية للطب البديل الشمولي. شكرا كثير وموفق يا رب. شكرا اكيد كثيرة. وشكرا على اليوم على الاضاحه عن الجهاز. وايضا بدي اتشكر دكتوره بيسان احمد المشرفه على حلقه بحث لطلاب الصيدله بالجامعه العربيه الدوليه حول تقنيه الرنين الحيوي. شكرا كثير. نديم الف مبروك دكتورنا المستقبلي الصيدلي 100% مبروك، وشكرا كثير لكم وبترفعوا الراس والله. وشكرا كثير لكم. شكرا دكتوره. شكرا كثير لكم، نورتوا صباحنا اكيد. شكرا دكتور دكتورة على وجودكم. ونديم أهلا وسهلا فيكم، نورتوا صباحنا اليوم، بتشرفونا بالجامعة أكيد. وهلأ حننتقل. افتتحت وزارة التربية قسم المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ورشات عمل تدريبية للتربية على ثقافة القانون. التفاصيل مع زميلتنا رزان سليمان. الحياة قانون ومهارة، بهذا العنوان افتتحت وزارة التربية قسم المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية ورشات عمل تدريبية لتطوير المهارات الحياتية للتربية على ثقافة القانون وفق 54 بنداً قانونياً. تأتي هذه الورشة للانطلاق بالتدريب على ثقافة القانون في المناهج التربوية. دليلي التربية على القانون، التربية على ثقافة القانون، الدليل الأول من الصف الأول وحتى السادس، والدليل الثاني من الصف السابع وحتى الثالث الثانوي، دورة تدريبية لعرض وشرح والتدريب على إدخال 45 مبدأ قانونيا تحمل
تحمي وتقي الجيل، جيل المستقبل، أبنائنا التلاميذ والطلاب وحتى المجتمع. إن قرأ الأدلة وتدرب عليها ستجنب المجتمع الكثير من المشكلات التي لا سمح الله قد تؤدي بأي شخص إلى العقوبة. طبعا هي ما يميز هذه الأدلة للتربية على الثقافة القانونية أنها تنتهج منهج المهارات والأنشطة العملية والتدريب، يعني محببة إلى التلميذ، محببة إلى المعلم. المشاركون في هذه الورش التدريبية هم من المحافظات، مديريات التربية في جميع المحافظات السورية. هي مشروع وطني بامتياز، تؤدي بنا إلى بر الأمان في سلوكياتنا في المجتمع. أهمية هذه الورشات هي تعريف الطلاب بثقافة القانون والبعض البنود اللي بتهمهم خلال حياتهم. نحن بنعرف انه قديش مهم انه طلابنا يمتلكوا هاي الثقافات وهي هاي المهارات بحياتهم. تم بناء هاي الأنشطة وفق 45 بند قانوني بتضم اهم القوانين اللي لازم يتعرف عليها الطالب من وقت ما بيكون بالمدرسة لحتى يخلص مدرسة، يلي بتفيده بحياته المستقبلية، يلي بتخليه يعرف اكثر كيف وين الغلط وين الصح، كيف ممكن يلجأ للقانون وقت حدا ممكن يعتدي عليه، أو كيف ممكن هو يحمي حاله ويتبع هدول التفاصيل لحتى تكون حياته أفضل. أطلقت هذه الورشة لتعريف الطلبة في المدارس على ثقافة القانون التي تسعى للنهوض بالأجيال نحو مجتمع أكثر حضارة وثقافة. تابعينا أكيد بصباحنا، وخلينا نروح إلى التقرير التالي. فإيمانا بمواهب الفنانين السوريين ودعم لرسالتهم الراقية لإيصال الحب عبر لوحاتهم البصرية، تم أحياء المعرض الاستعادي السادس لفن الجرافيك لعام 2021 في صالة الفردوس. خلينا نتابع تفاصيل أكثر مع زميلتنا رزان. إيمانا بمواهب الفنانين السوريين ودعما لرسالتهم الراقية لإيصال الحب عبر لوحاتهم البصرية المليئة بالإحساس، تم إحياء المعرض الاستعادي السادس لفن الجرافيك لعام 2021 في صالة الفردوس. هذا المعرض الاستعادي له أهمية خاصة، لأنه كما تعلمون وزارة الثقافة لديها كم كبير من اللوحات الفنية المقتنات، يعني التي دفعت ثمنها وهي مخزونها المادي تمهيداً لعرضها في متاحف الفن الحديث وغيرها. يكون في عنا معرض سنوي للجرافيك يجمع فيه الخبرات القديمة ويجمع فيه تجارب الفنانين، هذا بيعطي أهمية للمعرض وبيعطي استمرارية، لأنه الجيل الجديد هو اللي عم يبني المستقبل. وبهالمناسبة يعني لازم يكون فيه اهتمام كتير، يعني فن الجرافيك كان فن منسي لفترة معينة من تاريخ الحركة التشكيلية في سوريا، الآن بدأ ياخذ دوره ومن خلال الأساتذة الكبار في كلية الفنون الجميلة عم يخرجوا جيل كتير مهم، ولذلك يرجع ياخذ فن الجرافيك ألقه. ولازم الاهتمام كمان باللوحة الجرافيكية لأنه هي أساس الطباعة بالأساس. تنمية الحس الفني وتسليط الضوء عليهم يزيد من خيال المصممين في تطوير الأعمال وتحسين اللوحة البصرية، لأن الفن هو أساس الحضارات. فقرتنا هلأ ليا كتير مميزة، شو رأيك بالعائلة؟ في أحلى من العائلة؟ لا والله ما في أحلى من العائلة، العائلة والله لا يحرم حدا من العائلة. أكيد العائلة هي أهم شيء بالحياة. كيف علاقتك مع عائلتك؟ علاقة كتير حلوة، رفقات نحنا، يعني ما في أحلى من أنه الواحد يكون هو رفيق مع أبوه مع أمه مع أخواته. الله يخلي لي عائلتي ويخلي لك عائلتك أيضا. آمين يا علي، عن جد ما في أحلى من العائلة. الصوت الذي يدعمك ويقول لك أمضي في الحياة، الصوت الذي يساعدك في معرفة مسارك، هو صوت لا يشبه أي صوت آخر، مشبع بالطاقة الإيجابية الروحية، معه ننمو ونكبر ونحلم ونواجه ونتحدى ونسعى إلى الوصول إلى صوت والحقيقة وهو العائلة. عن العائلة ودورها الإيجابي في تقدم الفرد وتجاوزه المحن، معنا الاختصاصية الاجتماعية
النفسية الدكتورة خيرية أحمد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير دكتورة خيرية. يسعد صباحك فيكي. خليني بلش بالشيء السلبي وننتقل إلى الشيء الإيجابي. اليوم إذا غلط الولد بيقولوا أهله، إذا تراجع بمدرسته بيقولوا أهله، إذا كان سلوكه غلط بيقولوا أهله، إذا عمل شيء منيح بيقولوا أهله أيضا. ولكن خلينا نحكي ليش دائما الشيء السلبي ما منقصقته على أسباب محيطة بالولد، دائما منقصقته على أهله، والله يعين الأهل شو بدهم يتحملوا لا يتحملوا. تماما. هلا البداية الأولى لإنشاء نشأة الطفل هي بالمؤسسة الأولى الاجتماعية اللي هي الأسرة. تمام. فأنا أول طفلي هو عبارة عن هلا مثل كثير فلاسفة وكثير علماء، حدا يقول هو ورقة بيضاء، الثاني بيقول لي اعطيني اعطيني كم طفل انا بطلع لك اياهم مثل ما انا بدي. فهذا الشيء كلام هو كان كل العالم عم يعطي كلام اعتباطي فينا نقول، او هو نتيجة هو رآها بتجربة ما. بس الفكرة انه هي لا، الطفل هو فعلا عنده عوامل وراثية بيحمل استعداد جينية بكثير من الاشياء، سواء كان بالقيام سواء كان بالتفاعل بأي شيء بخص شخصيته، بالإضافة الى انه الاهل هو المنشأ الاساسي اللي هو عم يعود الاطفال على هي السلوكيات. نعم. يعني وقت نحن بيكون طفلنا اول ما عم ينشأ فهو عم بيقلد، عم بيحاكي، عم بيشوف اي شيء قدامه، فهو بده يعمل مثل الاشياء اللي عم يسويها. فهون دور الضبط الاجتماعي بيعود للاهل. فاي كلمه احرص معها الحق على اهلك، هن اللي ما علموك كيف تتصرف. هو المبدا من انه انا لازم وجه، بيكون عندي دائما في دائما تعليمات، دائما في اساليب صداقه، اساليب تربويه سليمه لنشاه الطفل خلال المؤسسه الاجتماعيه الاولى اللي هي نواه المجتمع الاساسيه. لهيك احنا بنقول الاهل بنعول عليهم. وفعلا الدور الايجابي والدور السلبي هو دائما بيعود للاهل، قديش انا بدعم اولادي، قديش انا بحكي لهم عبارات ايجابيه، قديش هن الوقت يفشلوا او يواجهوا صعوبات وتحديات انا حفزهم انه انت واجهها ما تستسلم، الفشل مو هو اي شيء بالحياه، لا انا هون دوري الداعم لحتى اخلي لطفلي انه هو يمشي بالحياه وياك بمسيره مثل ما كانت عم تحكي. هن فعلا صوت بكل ما تعنيه الكلمه. قديه كلياتنا هلا وقت عم تسالك سمر عم تقول لك انه بتحبي عيلتك، قديش كان في اشياء كثير بيناتهم، فنحن عم نقول انه حلوه علاقتي حلوه بيناتهم، صوت العيله. يعني نحن دائما بنقول بنقعد بين بعضنا سند العز وهنن. يمكن هلا وقت عم تحكي لك سمر دائما هيك صار في على ذهنك صور ذهنيه انت هيك نسخه بذهنك انه عن اجواء عائلتك. يعني كثير في مثل بيقول اجمل الاصوات هي صوت العائله عندما تضحك في لحظه واحده. يعني هي لمه العائله وقت تكون احنا كلياتنا مجتمعين، حدا بيحكي نكته او بنوع من اللطف او المزاح بيصير بين اجواء العائله، فبتحسي الكل ضحك بنفس الوقت. هي الصور اللي احنا عم نحكي عنها دائما هيك مرسوخه بالذهن، اول ما بيقولوا كلمه عائله دغري انا بروح مخي لوين، انه هي اللمه والجمعه والضحك بين الاخوات وبالضوابط الاجتماعيه اللي هي راقيه وحلوه وفيها قيم اكيد مجتمع. تمام، مثل ما قلتي اللمه الحلوه الضحكه الحلوه هي صورتنا عن عائلتنا. بس كمان بوقت حزن الشخص، بوقت ما يواجه مصاعب بالحياه او مشاكل، اول حدا بيلجا له او بيخطر بباله حصرا هو عائلته. خلينا نحكي قديش هيك العلاقه حلوه، الواحد بس يفكر بعائلته انه هو واثق انه هن ما حيأذوه، هن حينصحوه، هن حيدلوه على الطريق الصحيح اللي ما يعني اللي ما يضره ابدا. وكمان في عنا هاي القصة، وفي عنا كمان في عائلات بلاقيهم مشتتين، يعني طبعا. يعني حتى الواحد ابنهم وقت المشاكل ما حيلجأ لهم لأنه هن كعائلة متفرقة. كيف نحن ممكن نصير عائلة واحدة يعني بالأفراح بالأحزان بكل شيء نكون مع بعض؟ تماما. الكلام اللي كنت عم تحكي اول شيء هو عباره اللي عم نحكي نحن هو اننا فعلا هن السند. يعني انا اول حدا الطفل اول ما بيكون هو بيكون عم بيكون عم بينشئ شخصيته. طب منين عم بينشئ الشخصيه؟ من البيئه اللي حواليه، واول بيئه هي الاسره. فانا وقت انا عم بدي اخذ قوتي منين بدي اخذها؟ بدي اخذها من اهلي. اذا كانت امي ضعيفه بتخاف من القطه فانا رح اكتسب سلوك خوف من القطه. اي سلوك انا عم بكتسبه من المحيط اللي حواليه. فقد ما انا كنت حدا قوي داعم مساند لهم انا بعطيهم القوه والعزيمه الاكبر. كثير مهم نحن وقت تكون في الاطراح، واحيانا بعض الاطفال بيتعرضوا لفشل بالدراسه، ما بدي اقول فشل انه هو ما نجح مثلا او ما جاب الشيء اللي هو لازم يحققه، ما وصل لهدفه اللي هو عم يسعى اليه، او واجه كثير عقبات، هذا الشيء خلاه يتراجع. فانا شو دوري هون؟ دوري انا بس انه دائما انه انت ما بتعرف تشتغل، انت حدا فاشل. لا، هون دوري مو لازم انا اكون دائما عم بعطي سلبيات وعم بعطي هذا الجو المشحون بالطاقه السلبيه دائما الموجود، انه انت خلص ولا شيء، امحي لك شخصيتك. كثير من الحالات اللي مرت بحياتها ونحن بحكم اختصاصي، كثير من الحالات اللي مرت وكان في علاج فيها، احيانا كلمه غبي كانت اثرت بحياه اشخاص كثير دمرتهم. يعني صح. في اشخاص صار في عندهم مشاكل نفسيه وامراض
من وراء كلمات هي كانت هي نحن نعتبرها انه كلمه عاديه حكيناها انه مرقت يعني كلمه انه مثل تانيب للطفل، بس هي لا، هي كلمه رسخت بذهنه وفعلا عكست على سلوكياته. يعني كثير من الاشخاص كانوا هنا عندهم قدرات عاليه وامكانات اكاديميه وتعليميه كثير عاليه، بس من وراء تاثير استاذه وكلمات الاساتذه كلمات الطفل هذا الشيء كله فعلا اثر على شخصيته وما حاله وياها. الام اللي بتقول لابنها انه اي ابني خجول ما بيطلع بيسلم على العالم، يعني احنا هي الكلمه تماما، هو يمكن عنده شوي نوع من الحياء، هو ما انه خجل، يمكن الاشخاص اللي هو لازم يسلم عليهم صاير موقف بينه وبينهم فهو خجلان منه شوي، فهي وقت عم بتعمم وعم بتقول له انه ابني خجول ابني خجول ابني خجول، هي شو مفكره انه انا عم برر له، عم بعمل عزو سببي انه انا ابني ما انه خجول بس هو هلا خجلان. يعني هي عم تعمل مثل المفروض تقول له لا بدك تسلم، لا بدك يكون عندك واثق من نفسك، لازم تكون تمام، يعني تماماً ما تتركه هيك. ابني شجاع وابني حدا بيسلم واجتماعي. يعني انا اليوم مقومات الاسره الناجحه هي مو بس انه انا هلا اهالينا للاسف ما بدي اعمم بشكل كلي، بس هن بيقول لك انه انا عم طعميه وشربه فهو بامن له الدفى والقاعد خلص، فانا ابني ربيته احسن تربيه. اوكي هذا الشيء، هذا الشيء اسمه مقوم الرعايه الصحيه، هذا احد مقومات الاسره الناجحه، احد مقومات تنميه الطفل او تربيه الطفل. بس انا في بالنهايه انا ما عم بتعامل بس عباره عن هو عن كائن بس من فيزيولوجيا، يعني بس هو عباره عن شكل او عباره عن جسم، لا بالنهايه احنا في عندنا مشاعر، في عندي انا عقل، في عندي قدرات، في عندي مهارات، هي كلها في عندي قيم مجتمع انا لازم اعزز له اياها واعطيها، مو بس لحتى مشان شخصيته، لحتى تعود بناء على الاسره الواحده اللي انا اليوم بقول انا ابن فلان، انا عائلتي من عائله فلان، فانا دغري بنعكس عندي ايه هي العائله اغلبهم مثلا متعلمين، اغلبهم مثلا كان لهم كلمه، هي الكلمات نحن متداولها، فهي فعلا سمعه مو بس للشخص، هي سمعه كمان للاهل للعائله وحده، وسمعه للبلد للمجتمع. قد ما كنت انا مربي ابني على قيم مجتمعيه هي عاليه، وهي فعلا بتنمي ثقافه بلد، بتعود العادات والتقاليد اللي احنا كثير في منا بنحبها متمسكين فيها، واكيد هي بتمثل حضارتنا وثقافتنا قد ما انا نقلتها بطريقه صح وايجابيه، فهذا الشيء كله عم بيعود على المجتمع بشكل كلي. تمام دكتوره خيريه، يعني دائما الاهل هن بيزرعوا هي البذره والاساسيات الصحيحه عند الاطفال الصغار واولادهم، ولكن يعني بعد فترة إذا يعني فشل الولد الأب بيقول للأم هاد تربايتك، وإذا نجح بيقول لا هاي تربايتي، أو بالعكس. يعني أنا ما بدي عمم هاي القصة، ولكن بالعكس في حدا دائما بيعطي اللوم على الآخر، ولكن نحن أيمت من بيطلع تأثيرنا من الطفل الصغير؟ ممكن بيجي بعمر المراهقة ما عاد فينا نعمل له كنترول، ممكن يعني أيمت نحن ما عاد فينا نعمل هي الضوابط أو نسيطر على الموضوع أو الأمور، وخاصة إذا كان في لوم من قبل، يعني من الأساسيات هو متربي إنه في لوم في لوم، فهو متربى على هالنوع. هو من نهاية كلام الصبر اللي سألتني إياه، بداية كلام اللي حكيتي حضرتك اللي من شوية عم تقولي إنه هي السلبيات اللي عم يعطوها الأهل، الخلافات والمشاكل. إذا أنا عائلة مفككة كيف أنا بدي ربي ابني على مبدأ أنه التماسك أهم كمان مبدأ أو صفة اللي احنا بنطلقها على العائلة الواحدة، هي التماسك، يعني حدا مترابط متماسك، حدا متواصل مع الأشخاص الآخرين، حدا صداقة مع عائلتي. فأنا إذا أنا بيني وبين زوجي اللي هو الشريك هو العامل الأساسي بالبناء التنشئة الاجتماعي، بناء الأسرة، بناء الوحدة اللي احنا بنفتخر فيها أسرتنا مثل ما بنحكي قدام كل العالم، إذا أنا ما عندي هي وجودك فاقد شيء لا يعطيه، أنا كيف بدي أعطي هذا الشيء لأبنائي؟ هلا سؤالك كثير مهم، انه انا مثلا بمرحله المراهقه ما عاد اقدر اسيطر، هو باي مرحله انا ما عاد اقدر اسيطر، بس وين دوري الاساسي اللي انا لازم اكونه؟ دائما احنا انا بنتقد شوي احيانا الامهات بعض الاحيان، وليس يعني هو الدور الاكبر ما في ما لا الام ولا الاب، اثنيناتهم عوامل، يعني اثنيناتهم دورهم ما بيتقسم، يعني كل واحد له ادواره الاجتماعيه المسؤول عنها اللي لازم يؤديها لحتى تنتج العمليه بطريقه صح. بغض النظر عن كيف التقسيم بيناتهم، بس المهم يكون في تفاهم بين الاشخاص، انت بتشتغل انا ما بشتغل ما بيأثر، المهم يكون في تناسق وانسجام وتفاهم بين الاشخاص الثانيين. بس انا كثير بنتقد شغله انه انا اول 5 سنين من عمر ابني ويني انا من دور الرعايه، هون اول 5 سنين كثير مهم انه انا اكون معه خطوه بخطوه، طريقه تناول الطعام، طريقه انا كيف عم احكي لو سمحت، هي الكلمات اللي كثير بسيطه وكثير اهالي بنسوها احيانا وما بيركزوا عليها، هي فعلا اساس القيم. او يمكن يعطوها لاول ولد بس وبينسوا الثاني، بينسوا الثاني والثالث الولد الولد بيطلعوا كل المواهب فيه. تماما، اول ولد بيكون هو التجربه، بنعطيه كل شيء موجود عندنا، بنغلط كثير ما بعرف شو بيطلع معنا تصرفات، بس المهم هو التجربه، الثاني وقت خلص تعلمنا هو لحاله بيربى مع اخوه مثل ما بيحكوا هاي المصطلحات اللي بنسمعها بين الاهل، هي كثير غلط. نحن كثير مهم اول 5 سنين انا لو تعبت على حالي، لو ضغطت اموري الماديه، ضغطت حياتي، فانا كثير مهم انه اعطيه كل شيء عادات
تغيرات سلوكية سليمة، وركز على التفاصيل. يعني اليوم بتقول لك الأهالي، بتلاحظي مثلا على قعدة الولد بتلاقي الأم عم تعمل لابنها اقعدي مني حبيبي أول فترة، فالأم في أم ثانية بتطلع هيك إنه إيه خلص حاجة تضلي تقولي للولد هيك عقدتيه، لا دقيقي على التفاصيل، لا مهم مهم أنا بأول 5 سنين دقق على التفاصيل، مو بكون مقيد بس مو قدام العالم، إيه مو بكون مقيد بأسلوب كثير لبق ولطيف، بس أنا لازم دقق. ليه؟ لأنه أنا هلا علمته طريقة التعامل السليمة المناسبة لطبيعة المجتمع اللي بتعطيني أنا سمة شخصية حلوة. كثير بنسمع إنه هذا شخص محترم، كثير إتيكيت، كثير بيتعامل بطريقة راقية. طب ليه؟ في سمات وجينات هي موجودة عنده، عنده استعداد، يمكن أهله هيك طبيعته سماته الشخصية، بس كمان هذا الشيء شو اللي عززه؟ هو العوامل المكتسبة، عوامل بيئية. وقت أنا أمي عم تقول لي كل بطريقة صح أحسن ما عم أكل بطريقة عشوائية، هذا كله انعكاس بيئة العائلة. يعني كل شخص فينا بيتصرف حسب عائلته ما ربته، حسب تمامًا. ما كبر هو. في عنا كمان نقطة كتير يعني كتير حلوة أنا بلاقيها هون عندي بعائلتي، إنه نحنا مثلاً نحنا مثل ما بتعرفوا 6 بنات، فست بنات ممنوع نتخانق، مع إنه بيصير في عنا مشاكل بالبيت، بس نحنا ممنوع. يعني إذا صار عنا مشكلة في انقطاع، ممنوع، لا بيصير عنا مشكلة بس فورا بدها تنحل. يعني تمام. ما في عنا مثلا حدا ينام زعلان، اخت زعلانة من اختها تنام، هذا الشيء عنا ممنوع بالعائلة. هذا الشيء كبر معنا، وهذا الشيء قوى علاقتنا مع بعض، انه هذا الشيء كمان خلى انه نحن على تواصل باداء تفاصيل حياتنا كل يوم، نحن مع بعض كلياتنا ايد وحده بكل شيء بيصير معنا بالحياه. هذا الشيء نحن عم ننقله لاولادنا، حتى اولاد اخواتي يعني ومع بنتي وكذا، كلياتنا هيك يعني مع بعض واحد. يعني هذا الشيء عن جد اساس العائله الصح. يعني اكيد بدي وجه تحيه لبابا وماما على هالتربيه، انا بلاقيها كثير حلوه. الله يخلي لك اياها. احلى شيء تكون عائله مثاليه بهالقصص، يعني تكون مترابطه. خلينا نحكي كيف ممكن العائله تكون هيك. كثير مهم الكلام اللي كنت عم تحكي. اليوم اهم صفه والسمات العائله الواحده هي التماسك والترابط. يعني انا اليوم بيكون اذا في خلافات بين الابناء، كيف انا بدي ازرع هذا التماسك والترابط؟ كيف بدي اعطي انه انت عندك دور ومسؤوليه تجاه الشخص الاخر؟ كيف بدي اعلمك انه انت اليوم اخوك انت مسؤوليتك تحترمه وتعطيه الموده قدام الاخرين وبينك وبين بينك وبينه؟ اكيد مو بس الموده، انت بمشكله الكل بده يطالعك منها، انت مبسوط الكل فرحان معك. كثير مهم نحن وقت يكون في دائما طفل اول ما عم يطلع بلش من هو بدايه المسؤوليات الاجتماعية. أول ما بدي يروح الروضة لازم يعرف كيف هو يضب سنتايته، هو بحد ذاته كيف بده يخطط بكرة، أنه عنده وظيفة ولا ما عنده وظيفة. هاي التفاصيل كتير يدقق عليه لحتى أنا نمي شو نمي شخصية أنه هذا طفل قادر على التخطيط، هو شخص بيخطط للمستقبل، هو مو شخص عشوائي انا عايش يوم بيوم ويلا ماما رح تضب لي اغراضي. لا، انا هون مو هدفي اعذب الطفل، هدفي هون اعزز له مسؤوليه انه انت شخص عندك هدف، عندك مسؤوليه، عندك تخطيط لحياتك. بنفس الوقت اذا انا كنت مريض او كنت انا تعبان، مين الشخص اللي هو قادر يساعدني؟ مين هو الشخص اللي قادر يوقف جنبي؟ مين هو السند والعون اللي احنا كلياتنا بنحكي عليه؟ شو ما صار بينك وبين اخوك دير بالك، هو بضل سند والعون لك. هي كلمه كثير بنسمعها بين اهالينا، هو فعلا هذا الكلام الصحيح. لازم نعلمه لا انه اي شو ما صار انه هو رح يكون دائما الدعم. هذا كيف بنكتسبه؟ من خلال المواقف الحياتية اللي عم نمر فيها. مواقف حياتية الأساس هنا الأب والأم. أكيد. شكرا خيرية على نصائحك اليوم، وأكيد بنشوفك بحلقات قادمة. شكرا لك. شكرا دكتورة خيرية، إن شاء الله بيكون عندك بتأسسي أحلى عائلة وأحلى أولاد يا رب، والله يخلي لك عائلتك ويخلي عائلتك يا سمر ويخلي عائلات كل الناس يا رب. أكيد كل حدا بيفتخر بعائلته ودائما بيتغنوا بعائلتهم وبأقربائهم مثل ما قلتي. شكرا كثير لك، واليوم موضوعنا كان كثير حلو، بتمنى لك سعاده يا رب. تسلم، سعاده لكم اكيد، وتضلوا بالف خير يا رب. شكرا كثير، واكيد بتمنى لك حياه كثير حلوه، وشوفوا اولادك واحلى تربيتكم يا ليا. وهلا صار الوقت ليا لننتقل لغرفه الاخبار لمتابعه اخر الاخبار السياسيه بسوريا والعالم مع زميلتنا لور خدور. يسعد صباحك يا لور. يسعد صباحك سمر. موجز لاخر الانباء بعد الفاصل. أهلا بكم. اختطفت ميليشيا قسد المرتبطة بالاحتلال الأمريكي بمساندة من حوامات الاحتلال عددا من المدنيين من قرية الدامرجي في محيط القامشلي بريف الحسكة. وذكرت مصادر محلية أن أكثر من 30 مسلحا من تلك الميليشيا داهموا بعدة سيارات رباعية الدفع مركب عليها رشاشات دوشكا قرية الدامرجي، واختطفوا عددا من المدنيين بينهم امرأة وابنها واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
استهدفت رشقات من صواريخ الكاتيوشا المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد. مصدر أمني عراقي قال إن 3 صواريخ سقطت ضمن محيط المنطقة الخضراء، مبينا أن 1 الصواريخ سقط بالقرب من مقر الأمن الوطني، أما الصاروخ الثاني فسقط بالقرب من قصر السجود، وهناك أضرار بعدد من الحافلات المدنية. أنهت إيران البروتوكول الإضافي الذي يسمح بعمليات تفتيش مفاجئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يتماشى مع القانون الذي أقره البرلمان العام الماضي. ووفقا لإعلان مندوب طهران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب أبادي، تم إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي وكافة أنشطة الرقابة الدولية خارج معاهدة الحد من انتشار السلاح النووي. أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيف بوريل أن دول التكتل قررت فرض عقوبات على أشخاص مرتبطين باعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني. وقال بوريل أن الاتحاد الأوروبي ينوي في هذا السياق أن يستخدم لأول مرة النظام الجديد لفرض عقوبات ردا على انتهاك حقوق الإنسان، متوقعا أن يتم تنسيق وإقرار هذه الإجراءات التقييدية في غضون أسبوع كحد أقصى. ختام الموجز، عودة إليك سمر. شكرا لك يا لور. وهلا فقرتك بدنا نحكي عن السكر يا ليا. فقرتنا الأخيرة رح نحكي عن قديش السكر الأبيض سيء وقديش بيسبب مضار للناس، ويمكن بيسبب بأمراض كثيرة نحن ممكن ما منحس قديش هو خطير على جسم الإنسان. رح نحكي أكثر عن الآثار السلبية والضارة على السكر الأبيض مع أخصائية التغذية هيا شجاع. صباح الخير. صباحكم خير. يسعد صباحكم. صباحك. يسعد صباحك هيا، وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي عن أضرار السكر الأبيض. تمام. بالبداية خليني أعرف شو هو السكر. السكر الطبيعي هو بيختلف كثير عن السكر الصناعي. السكر الطبيعي هو نحن من وين منجيبه؟ هو منجيبه نحن من السكر، من قصب السكر، من الشمندر السكري. والسكر الطبيعي هذا ما يسمى باللاكتوز، وهو السكروز عفوا، وهو الشيء اللي كثير مضر، وهو الشيء اللي بنستخدمه كسكر الطاولة، نحن بنقول عنه سكر الطاولة. تمام. فهذا السكر طبعا السكر يعد السكر البسيط اللي بيتحلل فورا بجسمنا وبيعطيك الطاقة الفورية. نحن حتى السكريات هي أنواع، والسكريات هي كلها تعد مصدر من الكربوهيدرات. وقت نحن نقول النشويات أو الكربوهيدرات يعني بيكون من ضمنه السكر. هي أول شغلة. هلأ أضرار السكر طبعا لا تعد ولا تحصى لأنه كتير عالية، ودائما في مقارنة هلأ بحكي عنها بين السكر وبين السكرين. هلأ أضرار السكر الطبيعي اللي نحن متعودين عليه إن كان من أي مصدر غذائي هو عبارة عن انه اولا بيسبب لنا السمنه وزياده الوزن، هي كثير معروفه انه انا ما عاد بدي اكل سكر مشان انحف، بدي اقطع السكر مشان انحف. واكيد هذا الشيء كثير صح لانه السكر هو العامل الاول بزياده الوزن بطريقه عاليه، وبنفس الوقت انت ما بيشبعك، يعني قد ما بتاكلي منه ما بيشبعك وبيزيد الوزن بطريقه كثير عاليه. فاول شيء بيسببه هو زياده الوزن. ثاني شيء وقت يزيد وزنك اكيد زياده الدهون، يعني بس يزيد نحن عنا الدهون عنا فبتسبب بهذا الشيء أمراض، ومنها الأمراض القلبية ومنها السكري. نحن كل ما أكلنا سكر كل ما البنكرياس عنا فرز الإنسولين، والبنكرياس عنا يضل عم يفرز إنسولين يفرز إنسولين. هذا الشيء مع التقدم بالعمر في احتمال يسبب تعب البنكرياس ما يعرضنا للسكري النوع الثاني، وهذا الشيء كمان كثير لازم ندير بالنا عليه. كمان واحدة من المشاكل اللي هي بتسبب لنا تسوس الأسنان وخصوصا عند الأولاد، الأولاد حتى الحليب، الحليب فيه سكر، هو بيجي من المالتوز. تمام. ف في نساء بتخلي اولادها تنام وهي عم بتشرب الحليب او الجوس، بيشربوا جوس وبيناموا بسوسوا بشكل كثير. صح. وهو يعني الاكثر الحليب. تمام. هو اكثر شيء بحط البرام بتمه لينام وبتنسى تفرشي له اسنانه. الحليب بيصير فيه هون سكريات حوالين اسناننا، هذا الشيء بيزيد نسبه التسوس العاليه باسناننا. كمان بيسبب لنا قرحات معديه كثير. من ناحيه البشره بيسبب لنا الشيخوخه، بيسبب لنا تخرب بالهرمونات، ما يسبب فرز الدهون، فرز الدهون الزايد بيزيد عنا حب الشباب. من هيك كثير بنلاحظ عالم بتقول لك خليني بعد عن الشوكولا لانه الشوكولا عم بتفور لي وشي، هذا الشيء
في منه صح وفي منه غلط. الصح انه السكريات اي نعم بتسبب انه فوره بالوش، ولكن نفس الوقت الشوكولا فيها الكاكاو المنيح، الكاكاو اللي هو في نسبه الفلافونويدز اللي هو كثير. بس يفضل تكون دارك. اكيد بفضل يكون دارك، يعني حتى الدارك لها انواع، مو كل شيء دارك شوكولا دارك يعني هي منيحه. بتكون صح نسبه الكاكاو بقلبها عاليه، بس مرات ليعطوك النكهه الطيبه بالشوكولا دارك بيزيدوا لك السكر عليها. طيب هي بدون ما تعرف هي بيقولوا السكر بيعمل اكتئاب، بنفس الوقت اللي بياكل سكر او بياكل شوكولا او اي نوع ثاني بينبسط وبيزيد عنده هرمون السعاده. خلينا نحكي عن هي الدراسه المتناقضه برايك. تمام. هلا السكر بيزيد الاكتئاب بمراحل المرضيه وليس بمراحلك الطبيعيه. تمام. لانه السكر لمعظم العالم هي مثل نشوه، وقت انا اكل سكر خلص انا انبسطت. بس انيه نعم يعني بس بلحظه اكيد انيه، لانه انت بتنبسطي انت وعم تاكلي، بعد شوي بتندمي، ما في ثواني بتندمي يا الله انا شو عم بتل حالي. فهي اكيد انيه وبس هي، لكن في من يعني نفسيا بتزيد السعاده لانه انت اكلتي شيء انت بتحبيه، وليس انه السكر هو اللي بيعمل لك السعاده. بس انت تاكلي اكله بتحبيها او تستمتعي بالطعمه، هي لحالها سعاده نفسيه. حتى في كثير من العالم بالكورونا وقت ما بقى استطعموا او ما بقى شموا حسوا بالكآبه، ان كانوا عم ياكلوا سكر ولا ان ما كانوا عم ياكلوا سكر، كآبتهم بسبب عدم الاستطعام. صح. فانت لما نحن ناكل شغله طيبه، ومعظم 90% من العالم بيحبوا طعمه الحلو ولانه نحن تعودنا عليها فعليا، واهلنا عودونا عليها، وهذا غلط الاهل من الصغر عنا. فنحن بننبسط بالسكر لانه في طعمه لذيذه جدا، وفي طعمه الحلو اللي بتوصلنا لمراحل متقدمه بالسعاده من الطعمه. مشان هيك هي سعاده الطعمه وليس السكريات هي اللي بتسبب السعاده. مع الوقت بس بعد ما تاكليها فورا بتكتئبي له كمان نفسيا، لانه انت بتعرفي انه حيزيد وزنك لانه انت خبصتي. انت هو كل شيء نفسي على فكره، وكل شيء نحن بنقنع حالنا بحالنا. ولكن هي خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه، بيقولوا لنا يلا رح احط من السكر الاسمر هو اخف ضرر من السكر الابيض، ولكن هو الصحيح هو لا هو هلا هو أكيد نفس الضرر، ولكن خلينا نحكي الفرق بين السكر الاسمر والابيض. تمام. هي المعلومه جدا 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 خاطئه. السكر الاسمر فرقه عن السكر الابيض انه بس هو بيجي شوي محمص، فهذا الشيء بيعطيه السمار. تمام. فهو مثله مثل السكر الابيض فرد شكل، وقت يتحمص هذا الشيء ما بيروح من خواص السكر ومدار السكر ابدا ابدا ابدا، هو نفسه ذاته السكر الابيض بس ملون، هيك فيك تعدي. تمام. فالشيء الحل اللي نحن نتجنبه انه نحن بدل ما ناكل السكر الطبيعي اللي بنجيبه من قصب السكر او الشمندر السكري هو السكرين. هلا نحن كثير بيقولوا لي عالم طب السكرين بتسبب سرطان، بقول لهم اذا انت بتعرف مدار السكر بتقارنه بالسكرين ففورا بتتجه لانت للسكرين، لانه الاثنين هن محفزين خلايا سرطانيه، ولكن السكرين في جرعه تتجاوزيها باليوم، وقت تاخذي انت اكثر من 50 حبه باليوم لبعد فترات كثير طويله 40 سنه لياثر على الخلايا السرطانيه. بس 40 حبه مين بياخذ 40 ما حدا بياخذ، ما هي يعني. هون الفكره انه ما حدا بيصل لمراحل 40 حبه باليوم، حتى لو شربتي 2 بيبسي باليوم ما 2 بيبسي دايت ما بتصل ل 40 حبه باليوم. تمام. فهي شغله يعني السكرين بده كميات كثير كبيره على سنوات كثير عديده ليبلش يحفز، اما السكر فهو سريع تحفيز الخلايا السرطانيه. وحتى نحن بنلاحظ انه مريض السرطان اول شيء بيقولوا له وقف السكر. تمام. خلينا طيب نحكي عن الاطفال، كيف ممكن نمنعهم عن الكاندي، عن الحلويات، عن الشوكولا، عن الاشياء اللي هن بيحبوها مشان نحافظ على صحتهم اكيد وما يصير معهم اضرار، ما يصير معهم سكر اطفال برايك؟ تمام. هلا الاطفال غلطهم مو من حالهم، الاطفال غلطهم من اهلهم. الاهل هن اللي بيعودوا الطفل انه ياكل الحلو، يعني فورا ليسكتوه بتلاقيه على طول بونبون، على طول مصاص، بدهم يكافئوه بيعطوه بونبون. تمام، اشتروا له الشوكولا، فالام هي اللي بتغلط، لازم الام تعوده من الصغر على طعمه المر اكثر من طعمه الحلو، يعني تحاول تفوت له الخضره قبل ما تفوت له الفواكه، بتلاقي فورا اول ما بلش بده ياكل بتفوت له عصير الفواكه أو الفواكه لأنه سهلة وطيبة، فالطفل بيتعود فورا على طعمة الحلو. وقت تجي بدها تفوت له الخضرة بعد الفواكه ما بقى الخضرة نهائيا، بحس بده شيء حلو لأنه هي طعمة لذيذة فعلا، فبحس بده الحلو فبصير ميال للحلو. أما هي الأم وقت تعوده على طعمة الخضرة بالبدايات وتجبره عليها، فالطفل بس يجوع لا محال بده ياكل الخضرة. صحيح. عرفتي لا محال، لأنه هو بالنهاية الطفل شو بيقولوا لا من مو بإيده يعمل شيء، حتى ما بيعرف يعمل شيء، فالأم هي اللي بتعوده.
الفكرة أنه نحن نعوده أول 6 شهور خضرة ما نفوت له نهائيا سكريات، وإذا بدنا نفوت له سكريات نفوت له شيء أنه الفواكه اللي خفيفة السكر كمان، مو الفواكه اللي عالية السكر، لنضل عم نحاول نحن نجنبه من السكر ونجنبه من تسوس الأسنان. بتعرفي الأطفال كتير بيأثروا حالهم، حتى مرات سيدة المنزل بتتعب بتنسى تفرشي أسنان ابنها أو كذا، فبنحاول قد ما كان نحن فينا نتجنب السكر. تمام السكر. فدائما الغلط من الأهل وليس الغلط من الأطفال. هلأ الأطفال إجينا صار بده يأكل الحلو لأنه تعود على طعمته، طبعا دائما بنحاول نعمل حلويات المنزلية اللي هي ما بنحط لها كتير سكر، يعني هذا الشيء منيح لأهل البيت وحتى للأطفال مو بس للطفل، فبنحاول نحن نعوده على الحلويات المنزلية، بنحاول قد ما فينا نشرح له عن أضرار المأكولات اللي بناكلها من الخارج، لأنه فعلا ما بتتخيلي قديش الأضرار. كمان في توعية الغذائية اللي لازم نعلمه عليها، لازم تكون أولا الأهل يعرفوا كيف يقروا على المنتجات الغذائية اللي هي قديش نسبة السكريات بالمنتج، أي منتج غذائي أنت بتجيبيه قديش نسبة الكربوهيدرات، لازم أي منتج لا تتجاوز قديش. تمام. هلا هون في فكرة، أنا ما رح أحكي بالجرامات لأنه كثير من الأشخاص بيقولوا طب شو يعني جرامات، فأنا حأحكي في شيء وقت نحن نقلب المنتج نقرا اسمه الديلي فاليو، بيكتبوا عليه نسبة مئوية. تمام، هي النسبة المئوية. وقت نحن نشوف الكربوهيدرات تجاوزت نسبة 5% عرفي انه هي نسبة النشويات فيها عالية. بس اصلا هدول منتجات تجارية هن يعني اكيد ما حيحطوا الحقيقة 100%، واكيد هن رح يتلاعبوا بالموديلات والاشكال لحتى يجذبوا الصغار ويجذبوا الكبار. ولكن خلينا قبل ما نختم معك هيا نحكي بقصة كتير مهمة، لما اي حدا بده يعمل دايت بيوقف السكر بيوقف الحلو بصير بيعصب بزيادة، بصير بيتوتر بزيادة، ليش؟ خلينا نعرف ليش، وهل هي حقيقة ولا لا؟ نحن قانعين حالنا ان نحن رح نعصب كثير. لا طبعا هي حقيقة، لأنه أنت عودتي جسمك على ستايل حياة معين وجيتي غيرتي هالستايل فجأة. طبعا أنا دائما بقول لهم أول التخفيف، ولكن أول التخفيف وأول مو الانتهاء، هو غلط أنت تقطعي كل شيء من حياتك، هذا الشيء لأنه ما في استمرارية. وقت أنت تقطعي شيء هو من عاداتك اليومية هذا الشيء معناته أنت ما حتستمري بالموضوع. فهو الصح أنت تخففي الكمية وتضبطي الكمية بما يناسب جسمك وجنسك وطولك وعمرك، هذا الشيء الصح اللي نحن لازم نعمله. بنفس الوقت تكوني عم تاخدي حاجتك وكفايتك مو زيادة. فأي شيء أنت بتبدي فيه إنه أنت بدك تقطعي أو تخففي هون حيكون في معاناة، وهون أنت حتتجهي إنه أنت تكتئبي، لأنه أنت عم تغيري شيء أنت متعودة عليه لنفترض لمدة أقل شيء 5 سنين أو 6 سنين. فوقت أنت بدك تغيري فحتكتئبي أول أسبوع، وصدقيني بعدها لحالك حتحسي بالسعادة إنه أنت حسنتي تتجنبي خطأ ما بحياتك او عاده بحياتك كانت خاطئه. فدائما اول ما نحن بدنا نبدا نحسن من نفسنا فهو شيء كثير صعب، وهذا شيء دائما انا بحكيه. وحتى وقت بده يبدوا الاشخاص برامج غذائيه بدهم يحاولوا يصغروا معدتهم، هي العمليه بدها تاخذ شوي من طاقتهم. مثل وقت انت يعني دائما كل شيء حلو صعب، وكل شيء سهل بيكون في عادات بس خاطئة. دائما حتى بالدايت بيقولوا ما تحرموا حالكم مشان نفسيتكم، يعني دائما اتركوا يوم لكم تاكلوا الاشياء اللي بتحبوها بس كمان بكميه محدوده. شكرا هيا على نصايحك اليوم، شكرا لمعلوماتك القيمه. اكيد هيا شجاع، شكرا كثير لك اخصائيه التغذيه، ميرسي على المعلومات اللي قدمت لنا اياها ويسعد صباحك. شكرا سمير، لهون بنكون وصلنا على نهايه مشوارنا الصباحي. بدي اتمنى لكم نهار يا رب هيك يكون مثل هالشمس الحلوه، حلو لكل الناس، تبقوا كثير منيح على حالكم ونهارك سعيد. نهارك سعيد عليها. تابعونا بكره على الساعه 9 لكل اللي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه، تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. تمنياتنا تبقوا بالف خير والى اللقاء. باي.